مساء الخير، أنا سعيد جدا أن أكون موجود معاكم النهاردة، حتى لو كان ده عن بعد عن طريق الرسالة اللي أنا ببعتها إلى شباب المبدعين في مصر، إلى طلاب الجامعات في مصر، إلى كل المبدعين وإلى كل شباب المفكرين اللي ساهموا وبيساهموا في رسم مستقبل مصر في هذه الأوقات التاريخية واللحظات التاريخية من تاريخ مصر. أنا بتابع وبشوف اللي بتكتب عن الشباب واللي بتقال في الإعلام عن الشباب، والحقيقة الإنسان بيحزن جدا أن احنا بنشوف النهاردة بعد كل ما ضحى به شباب مصر من عدم استقرار، من تقريبا من غياب صورة واضحة لمستقبل لهذا الشباب وغياب دور واضح لهذا الشباب في الفترة اللي احنا بنمر بيها دي، انه يكون في تعامل اعلامي لتشويه وتهميش صورة الشباب. فعايز اوجه رسالة مهمة ان شباب مصر مش عميل، شباب مصر مش خاين، شباب مصر مش ارهابيين، شباب مصر ما همش اعضاء في تيارات وجماعات بتهدف لهدم الوطن. كلنا بنحب الوطن، كلنا بنعبر عن هذا الحب بشكل مختلف، كلنا بنسعى إلى الأفضل لهذا الوطن. البلد دي هي كل ما نملك، ما لناش حاجة تانية. فبالتالي أنا أعتقد أن مساهمة الشباب وحرص الشباب أن يبقى له دور وطريقته في التعبير عن هذا الدور يجب أن تلقى أكثر احتراما وفهما في وسائل الإعلام. كنت عايز أوضح بعض المفاهيم الخاطئة الموجودة عن النجاح، وخاصة فيما يعرض عن نجاح العلماء المصريين في الخارج والمبتكرين المصريين في الخارج. في ربط دايما النجاح بالهجرة، وده مش صحيح. لا يوجد عالم ناجح لا يستطيع أن ينجح في وطن، كل عالم فاشل إلى أن ينجح في وطن. وده الدافع اللي بيخلي علماء مصر في الخارج يسيبوا كل الإنجازات وكل الحاجات اللي بيقدروا يحققوها في الخارج ويرجعوا ويحاولوا يعملوا حاجة في مصر في بلدنا. وده بالضبط كونك انك انت تتخيل ان في انسان يستمتع بالغربة ويتلذذ بالغربة، هو انك تتخيل ان في انسان بيحب يأكل وجبة مع الأغراب وبيستطعم طعمها اكتر ما يأكلها مع اهل بيته. بالضبط كده النجاح لا يمكن ان تتذوق طعمه ما لم تقتسمه مع شعبك مع اهل بيتك. وده الدافع، وبعيد وكرر، ده الدافع اللي بيخلي علماء مصر في الخارج يرجعوا ويبذلوا كل ما يستطيعوا حتى يروا نجاح، حتى إذا كان هذا النجاح أصغر بكتير من حققوه في الخارج، ولكن رؤية هذا النجاح في أرض الوطن هو النجاح الحقيقي. وبالتالي عايز الشباب اللي بيسمعوني في الرسالة دي يعرفوا حاجة مهمة جدا، الغربة مهاش حل مشاكلنا. أنت تتغرب عشان تتعلم، يعني مهم انك تيجي في مكان زي ده وتتعلم فيه، لكن اهم مكان هو المكان اللي انت فيه، هي مصر، انك انت تقدر ترجع وتطبق ده للناس اللي محتاجها اكتر. ودي رسالة مهمة جدا لكل انسان متخيل انه النجاح عبارة عن تذكرة سفر للخارج، ثم انك تعيش هناك وتبدع هناك، ولما يبقى عندك مساحة من وقت الفراغ تيجي وتطبق ده في وطنك، وده تفكير خاطئ. اتنين، عايز اقول واحنا النهاردة بنتكلم عن تشجيع الابداع في مصر، سواء الابداع من كل فئة الشباب الموجودة النهاردة، من المدونين، من الكتاب، من النشطاء، من العلماء، من المبتكرين، من المخترعين. في حاجة مهمة جدا بتربط الابداع بالعقل البشري، ان لا يمكن يكون في ابداع الا ما يكون في الحرية. لا معنى للحديث عن الإبداع إلا بين الحديث عن الحرية. فالحرية للشباب ليست فوضى، ولكنها هي الطريق الوحيد الذي يستطيع منه هذا الشباب أنه يبدع في عمله، يبدع في فكره، يبدع في عطائه لهذا الوطن. وأنا بشكركم وبشكر كل اللي بيسمعوا الرسالة دي، وأراكم في مصر إن شاء الله في خلال أيام معدودة، وشكراً.